40% من الشعب العراقي، اكو 60% غاضبين عليكم على العملية السياسية. ومحمد بن عبد الله في مكة ما شكل 1%، وعلي بن ابي طالب بالعراق ما شكل 10%. هم ذول القدوة، غير انه الله ما مشكل 50%، لان نصف البشرية ملحدة ولا تؤمن بالله الواحد القهار. ها انا تريدني ايش؟ انا 40 يعني شوية بعد عن الله 10% فرق، هو 50 انا 40، كل يجي انا خوش نسبة.